أهلا بحضراتكم في هذه التغطية. مهرجان العلمين الجديدة خلق حالة غير مسبوقة من البهجة طول الصيف. رجعنا الأيام ليالي التلفزيون والمهرجانات اللي كانت بتميز الصيف في بداية الألفينات. بعد سنوات حظر كورونا والحقيقة المهرجان يعني عليه ردود فعل رائعة، يعني سواء من الجمهور أو حتى من الفنانين والنقاد. كمان كان من أكتر الحاجات المميزة يعني إقامة مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديد، طبعا اللي أشاد بيه عدد كبير من نجوم الفن، واللي منهم الفنان أحمد عصام، واللي بينضم لينا دلوقتي على التليفون علشان يكلمنا يعني عن رأيه في مهرجان العلمين الجديدة وكمان في مهرجان الدراما، وكمان هيكلمنا عن آخر أعمال. أهلا بيك فناننا الجميل معانا على اهلا تلفزيون بيك اليوم السابع. محمد، اهلا بيك واهلا باليوم السابع وانا مبسوط ان انا معاكم أهلا بيك. انا معاك، قول لي انا معاك. يعني حابين في البداية نعرف رأيك بصراحة في مهرجان العلمين. أنت حضرت جزء كبير منه، شاركت في تنظيم بعض الحفلات، حابين نعرف تفاصيل دي كلها، يعني رأيك في القصة دي كلها. والله بص، هو حاجة مشرفة جدا مهرجان العالمين، بصراحة حاجة مشرفة جدا جدا. يمكن أنا كان ليا الشرف إن أنا شاركت في المهرجان في الفاوركس والحاجات اللي أنا عملتها، بس في الآخر خالص في مجهود كبير أوي حاصل من الشركة المتحدة إن المهرجان ده يقام بالحدث العظيم اللي فيه، يظهر مدينة العالمين بالمظهر اللي يليق بالمدينة الجميلة، العالم كله بيتفرج علينا في وقت قصير، يقدر ان هو يوصل العالم كله مدينه العالمين عن طريق المهرجان ده. ده كان حدث كبير جدا، فانا شايف طيب المهرجان زي ما بيقولوا هو اتولد كبير يعني. طيب ايه اكتر حاجة عجبتك في المهرجان تحديدا يعني؟ والله التنظيم رائع جدا جدا جدا، غير كده كمان ان انت بس مش حفلات، ده في حاجات على هامش المهرجان، في حاجات مسابقات الصبح بتحصل ومباريات وعربيات سباق وحاجات كتير جدا بتحصل خلال اليوم. هو مش بس الحفلات اللي احنا بنشارك فيها، لا ده مهرجان ممتد من اول شهر 6 لغايه دلوقتي ما خلصش يعني. ثاني هو اخر حاجه فيه ان هو يوم السبت اللي جاي، فكل يوم في احداث مختلفه واحداث كثيره. يمكن يعني اي مهرجان بيحصل في اي حته بيبقى مهرجان فني مهرجان رياضي، لا ده هو مشارك فيه كل الحاجات اللي انا بقولها لك دي، فن ورياضه وحاجات كثيره جدا. فطبعا في مجهود رهيب وحدث عظيم، اعتقد ان هو وصل الناس صورة عظيمة عن مدينة العالمين. طيب يعني انت حضرت حفلات غير حفلة تامر حسني، حابين نعرف ابرز الحفلات اللي انت حضرتها، الفنانين اللي كانوا موجودين. أنا لعبت في تامر ولعبت في منير أمير الشاعري، وكان في أحمد سعد وفي مهرجان الدراما. لا حاجات كتير، أنا شاركت في حاجات كتير وكان ليا شرف إن أنا شاركت في حاجات كتير. وفي الآخر خالص عايز أقول لك يعني أنت في الآخر خالص المهرجان ده حصل في بلدك. يمكن انا الفتره اللي فاتت انا حضرت حفلات وبعد كده سافرت، كان عندي حفلات بره، لقيت العالم الناس اللي بره بيتكلموا علينا. يعني كنت في دبي وكنت في كذا دوله وكنت في لبنان، كان عندي حفله في لبنان والناس هناك متابعين. يعني انا حفله لبنان اللي انا عملتها هناك بعد ما خلصت الحفله الناس بتقول لك انتوا عندكم ايه الاسبوع اللي جاي؟ طيب ده صدى قوي جدا 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 عند كل الناس في جميع انحاء العالم. طيب بالنسبة لحفلة تامر حسني تحديدا، يعني انت شاركت فيها بشكل كبير، بعض الناس كانوا بيتكلموا على المشهد بتاع تامر حسني وانه كان صعب شوية، يعني حابين نتكلم على الكواليس دي بشكل اكتر، خصوصا اللي بيسمعنا دلوقتي يفهم القصة ازاي عملتوها، الفكرة جت منين، كل التفاصيل دي. والله بص عايز اقول لك على حاجه، تامر بيحب الناس جدا وبيحب الجمهور جدا وعنده استعداد يعمل اي حاجه عشان يوصل، فدي ميزه عظيمه في تامر ان هو طول الوقت بيفكر يعمل ايه عشان يحاول يخلي الناس مبسوطه. احنا اشتغلنا على فكره ان الانترو اللي حصل تامر، مش بس الانترو، عملنا حاجات كتير خلال الحفله كلها، بس طبعا يمكن المثل الاكثر انتشارا اللي هو الدخول بتاعه ده، قعدنا نعمل عليه بروفات كتيره جدا. وطبعا ان حد يطير 40 متر في الهواء دي حاجه صعبه جدا، وكمان بيغني يعني حاجه، كان مشهد عظيم. بس عايز اقول لك على حاجه، التعب والمجهود اللي احنا عملناه كله يمكن حسينا بقيمته لما الناس اتبسطت، لما الموضوع انتشر والناس اتكلمت عليه والناس لقت فيه نجاح عملي كبير جدا، كل التعب وكل المجهود راح. نفس موضوع المهرجان، يعني الشركه المتحده وكل القايمين على المهرجان تعب رهيب جدا، اول ما بيشوفوا الحفله بتنجح وبتطلع للنور وبعد كده تتذاع على التلفزيون للناس في البيوت، كل التعب ده بيتنسي يعني، بتحس بقيمته من خلال رد فعل الناس. طيب عايز اعرف رايك برضو في فكره اقامه مهرجان القاهره للدراما،
في مدينة العالمين الجديدة، خصوصا انه دي ثاني سنة، وطبعا يا حضرتك فنان كمان وبتمثل في بعض الاعمال، فانا حابب اعرف رأيك في القصة دي كفنان. طب عايز اقول لك على حاجه، انت متخيل انت بتعمل مهرجان حلبة 60 سنه دراما وكل الفنانين موجودين وكمان على ارض مصر وكمان على بلد جديده ومدينه جديده بنت العالمين في وسط منظر عظيم جدا، البحر ومنظر العالمين في الابراج اللي موجوده فيه اللي تضاهي كل الابراج اللي موجوده في كل حته في العالم. لا طبعا هو حدث متكامل وحدث جديد، صوره كمان جديده على الناس ان انت تبقى موجود في معظم المهرجانات بتتعمل في مكان يمكن اندور في مكان مفتوح بس انت ما فيهوش مناظر جماليه. لا العالمين منظر رهيب اضافت للمهرجان، لان بجد هناك الموضوع اكيد انت رحت شفت منظر الابراج عامله ازاي، شفت منظر البحر عامل ازاي، حاجه يعني رهيبه جدا جدا. طيب عايز اعرف رايك، هل ده بيساهم بشكل كبير في الترويج للسياحه؟ انت سافرت بلاد كتير وحكيت لي دلوقتي، جدا احكي لي ده، جدا احكي لي يعني ده جدا بيحصل ازاي، بتشوف ده ازاي؟ انا شفته لمست ارض الواقع. بقول لك لما كنت في دبي وكنت في لبنان الناس تابعوا المهرجان وحجزوا عشان يجوا يقضوا بقيه الصيف في العالمين من خلال اللي هم شافوه واللي سمعوا عنه. فلا ده المهرجان ده ساهم في السياحه بطريقه رهيبه جدا، يعني انا شايف ان ده من احلى الحاجات واعظم الحاجات اللي حصلت عشان المدينه العظيمه دي تتشاف في كل حته في العالم. ده فعلا ده حقق، يعني المهرجان ده حقق الموضوع بتاع السياحه ده بشكل فظيع جدا وبشكل مؤثر جدا جدا يعني. طيب هل الفترة الجاية هنشوفك بشكل أكبر في أعمال فنية سواء بقى دراما أو سينما اه الفترة الجاية؟ باذن الله انا داخل بعمل الجزء الثاني من مسلسل 13 نفس، انا عملت الجزء الاولاني وداخل اطور فيلم اسمه الحبايه المفروض بعد السيزون بتاع الصيف ندخل نصور على طول باذن الله. طيب هل البعض برضه بيسأل هل ممكن السينما أو الدراما ممكن تشغلك عن مجالك الأساسي اللي هو الخاص بالألعاب النارية، ولا أنت ماشي بالتوازي في القصة دي؟ والله هو كله فن يعني، حتى الفاروس ده فن، بتقدم فن تمثيل فن، وانا حتى في حاجات كتير بكتبها هو فن. انا في الاخر بعمل اللي انا بحبه، ولما بلاقي فرصه ان انا اقدم اللي انا بحبه للناس بطلعه فورا. لا مفيش حاجه بتشغل عن حاجه، انت بس بتحاول تنظم وقتك، واكبر نعمه من عند ربنا ان انت تكون بتعمل حاجه بتحبها. فانا التمثيل بحبه، مشوار بحبه، الكتابه بحبها، فلا اكيد بكون مستمتع وبحاول ان انا انظم الوقت كل الحاجات. طيب أنا بتمنى لك التوفيق دايما، ويعني دايما موفق في كل أعمالك. الفنان أحمد عصام بنشكرك على تواجدك معانا على شكرا التلفزيون جدا، دي وبالسير. شكرا جزيلا. مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لحضرتك.